مركب صليبيات بدي الفلوق من خربق. مهم ان شاء الله اليوم تكون فيديو جديدة ان فلوق غادي تدوزوا معايا الويكاند سامدي اي ديمانش. وهذا مكان نهار زوين بعد الشميشة كاينة كاين في البرد واخا انا لابسة مونطويا العجيب ديال شيئين. طيب لا فيديو الجاي غادي تكون ان شاء الله الاول ديال شيئين باش نوريكم داكشي اللي خديت منو والنيت غادي يكون ان كود برومو باش تقدروا تبروفيتيو منه. دابا لقيتوني خارجة غيخصني نتلاقى بعامر غادي نمشيو نشريو ان كادو حيت غادي نمشيو عند سحر صاحبتنا ولدات سحر بنت منى رمسيس وغادي نمشيو نشوفوها ونشوفو البيبية. المهم انتم معنا النهار كامل باش تشوفو شنو غادي نديرو. بينو طلبيني باش نكتب ليك هيلو يا ابي هيلو. صافي حنايا قضينا الغرض ديالنا جينا دابا المرجان كنضربو دويره شكونس نتغداو بعد نمشي هادي فيها الموت الصاد بعض الموضوع هذا علاش حنا سكون مايمكنش ابي مشغولة سيدة امال سينو كاينين بزاف ديال لي سول داكشي ديال لاسان بارون داكشي شري ليا كادو شكونك انا كنحبك اصلا يا كم صح سوى كي كم صخوطة يا كم صح الحرام يدخل جاي يا كم صح كل اللي مزيدة معيورة جديدة يا كنتي أصلا قلت لي ما كتحبينيش يعني صافي دونك انا عايرك بدي مني أمشي بوحدي أصلا مشيش معايا. هاي غو حنا مازالين في مرجان صافي قدينا داكشي اللي عندنا انا مع البرد ما فاش كنتلاقاو خصنا نقضيو 20000 حاجة ديما كنبلانيو الخرجة ديالنا فيها غير مشاغل دونك خدينا داكشي ديالنا من المرجان ابخي دابا غنتغداو خاصه حنا فياش الجوع ميبو شحال في الساعه وحده ونص ما فياش الجوع ولكن ناكل معليش غنتغداو باش ابخي نمشيو نشوفو سحار والبنوته ديالها سمتها سند صراحه ملي سمعت هاد السميه زوينه اوريجينال سند دونك فوالا نجيو معانا حنا صافي خرجنا من عند الصحار جينا دابا السلا جينا نديرو الغوتي عند تيسلان مش عارفة تشوف على تيسلان دابا لا واش ديجا بعدا عمري هضرت عليهم في يوتيوب سي اوفيت كنت ديما كناخد من عندهم واحد لي كوكيز وكيديرو داكشي زوين واحد لي مويسلي وداكشي فدوكو دابا نحلو واحد لوكال ديالهم هنايا في السلا فريمون داكشي زوين ونوريه ليكم اسألو معايا لا يا اوبليس خدا انت بس تينا جيت عندك تضيفيني دونك جاوبنا يا في الشارع فين كاين الترام جاوب حدا الستاسيون ديال سميتو حي كريم ياك حي كريم راه كيديروا حتى جر الماكله ايتو الغدا وهادي صراحه لي بخي زوينين داكشي نقيقي عندهم خلاص هكايا دي كيك براوني داكشي زوين هما لي كوكي اللي كنت قلت لكم عليهم هما هادو يامي سيترونات بالفريز بان كيك هادشي باين بنين شوكولا تشيرز يلا بلاتي تيك ايوا شوف عندهم الزينه
حنا اليوم كاع ما ندخلوا للدار نبقاو غندورو هاد الفيلا هادي سداتنا قيط طيب كنشوف ستوري ديالهم كتبان ليا هذيك الباصه اللي مشاو لها تحت من داري انا عيطت هذيك الساعه كنت كنحرم ايوا كنقدم لكم السومه بيوتي الهبيلة هاي هاي انا صوره انا جيت صافي جينا للدار عند عبير نرتاحوا شويه باسكو ابري شفت كطلع لي كوكا هادي ياسمين لانياس ديال عبير اللي كنتو كتعرفوها قلت لك جينا شي كتفوزا جينا للدار نرتاحوا شويه باسكو ابري عبير عندها عروسه ويخصها تماكيي ليها وداك الشيء وغنمشي معاها نمشي نونسها شوف هاد الفنكوشه ميمكنش كوكو مريوو المهم حنا قاعدين كنرتاحوا قلت لكم ابري عبير عندها واحد لاماغي غتمشي تماكيي ليها كنخلي لكم تحت لو كونت ديال عبير ماكياج عبير زعما من غير لو كونت ديالها ديال البلوغين وداك الشيء عندها ان كونت ديال الميك اب حيت الميك اب اختي كنت اخباركم اصلا هي اللي كتماكي ليا في كاع الاعراس والمناسبات اي المهم ما بداياش فيا قالت انا ما سمعني حتى قاعده شنو كنقول والله الا قالت ما كتشوفش كاع فيا غنخلي لكم لو كونت ديالها بوغ لي رونديفو داكشي راه كت زعما اي سو دي بلاص جو بونس ياك عابر كتمشي كديبلاصاي كيفاش فين ما كتسمعنيش كنقول من الصباح يا ربي كون كنحلم كنخدمه كنت على لي ماري لي ماري وخاص المهم دخلوا عندها وغتعطيكم يا لي زانفورماسيون كدير حتى لي زانفيتي وشي الاخر كامل وهذا ما كان دونك غادي نرتاحوا وصافي سينون داكشي قبيله عن تيست لا دلالي شحال بنين ما يمكنش ولكن ما قديتش نكمل عرفتي اللي عجبني سيكو وليت كنقدر نتحكم شويه في راسي يمكن شحال هادي كانت كتعجبني حاجه كيخصني نسالي الطبسيل كامل دابا البانكيك بنين فريمون بنين الشوكولا شو خطير واعر واحد الشوكولا كاع ما صورته لكم انا صورته لكم غير في لي ستوري انا نشوف نحط لكم هنايا شي لا ستوري اللي كنت درت تاع شي واحد الشوكولا شو عندهم سبيسيال شوكولا شو فيه كرانشي كراميل لي كوكي عطيني شحال بنين ما يمكنش وصراحة حتى لي بري ايبر ريزونابل زعما بوغ لي جون ديال سلا وداكشي الا قدرتو تمشيو كيديروا حتى الماك زعما حتى المالح والغدا وداكشي الجمعة كيديروا كسكسو جو بونس انا نخلي لكم في صندوق الوصف انستغرام ديالهم باش تشوفوا فيه كاع هذا وشاف سماحي اللي كتصايب هذا الشيء سي اون جون اللي دايره هذا لو بروجي هذا واقفه عليه بيديها وداكشي زعما فرونشمون كيف ما قلت لكم ديما كنقولها لكم كيعجبني الحال فاش كنشوف هكايا دي جون دايرين دي بروجي وواقفين عليهم ويعني فهمتي كيخدموا ماشي جالس في الدار لا ما كايناش خدمه ما لقيتش خدمه صافي ما غاديش نخدم ولا شي حاجه بالعكس الواحد خصو يتحرك وزعما يحاول بدات بشويه بشويه في الاول بدات غير بون باج كانت كدير فيها لي كوكيز كانت كدير فيها واحد لي تروف بالتمر وامل وداكشي بنانين فريمون كان داكشي صغير وبقات شويه بشويه حتى كبرت لو بروجي ديالها و زعما سي سامبا والله سي سامبا زعما كنفرح فاش كنشوف هكايا دي جون بحال هكا ايوا هذا ما كان انا غادي نستراح واحد شويه باش ابخي نكملوا هذا الفلوغ هذا هيلو صباح الخير لبس عليكم هذا النهار الثاني البارح صراحه وقيلا ما صورت لكم شحال باردون متي ولا مازال باقي حيه مني دخلنا من زعما من الخدمه ديال عبير العروسه اللي ماكيت ليها صافي اللي ماكيت ليها صافي دخلنا تعشينا بقينا كاسين عصري تنسنا دوكو دابا راه فطرنا وتغدينا ولبست حوايجي باسكو عندي ان رونديفو دابا غادي نمشي عند واحد لوبتيسيان المهم غادي نمشي نشوف ونقول لكم نورمالمون باش عجبني زعما لو كونسيبت سي كو كدير دي دايره ان كونسيبت ديال لي بوتي بري يعني ما كاينينش دوك لي كادغ الغاليين وداكشي كدير غير داكشي اللي زعما على بورتي دو طول موند دونك حنايا غنمشيو نشوفو هادشي ونقول لكم شنو كاين عطو طالب هي غو دونك يلا وصلنا دابا عند لولات ستور كتوني شوفوا على حاله درت كنبقى
نقيس لي لونات صراحه عندها داكشي دي موديل زوينين يلا خارجين سي لا كوليكسيون ديال 2020 اي لي بري البنات واعرين دي موديل اللي ما فايتين 600 درهم شوفوا عرفتي فريمون داكشي غزال نوريكم اللي عجبتني انا هاي اللي عجبتني غادا نقيسها ونوريكم شوفوا شوفوا شحال زوينين زانطو المهم عابر تاي معايا شوفوا شحال زوينين هادو حمقوني شوفوا هادو تا هما شحال زوينين هادو زعما سي دي موديل هكا يا كلاس وزوينين مبدلين على داك الشيء العادي سينون كاين حتى لي سولير اوسي كاين بزاف ديال لي شوا وهادو لي بري ديالهم ما كيفوتوش 700 ياك 700 درهم مع افيك دي فيغ بولاريزي كاين حتى لي موديل بوغ اوم كاين حتى لي موديل بوغ اوم ولي موديل بوغ اوم فيهم ديك اللعيبه ديال هكايا كيكونوا لي زوبتيك ولي سولير بحال هكا وكاين حتى بوغ هذا كاين حتى بوغ الدراري الصغار تا هما صراحه لي بخي غيزون حتى الدراري الصغار عندهم هاد القضيه ديال لي زوبتيك اي لي سولير او ميم طون هيلو انا يلا دخلت للدار بعدا قبل مشيت غدزت الفينوس مشيت صايبت شعري غسلته وصايبته باسكو كان ميتم وصافي دونك دابا دخلت للدار صراحه جو سي با شنو غادي ندير مي عرفتي المهم صراحه اول مره كنصور هذه الفكره هذه ديال الفلوغ فيه بزاف ديال الايام ما عرفتش كيفاش غادي يجي تقولوا لي نتوما في لي كومونتير زعما واش بغيتوا زعما واش كيعجبكم بحال هذا النوع ديال لي فيديو ولا لا وهذا ما كان دونك جو باس غادي ندير المونتاج ديال واحد لا فيديو ديال شي ان نيت اللي قلت لكم باش نحطها لكم ان شاء الله قريبا هلو اليوم غادي يكون مع تينا نهار صراحه كما فلوغيت لكم البارح بغيت باش ندير لكم ابديت اليوم الثلاث يعني البارح ما فلوغيتش البارح كان اثنين البارح مشيت للقنيطره كانت عندي فريمون الخدمه بزاف داكشي دونك جي با او لو طون لي نهز الكاميرا ولا نصور ولا هادي واخا راني هزيتها معايا كوما بديتها معايا ولكن ما لقيتش الوقت فين فيلمي دونك اليوم الثلاث ان شاء الله لقيتوني لبست قديت وهادي عندي ما يدار ما تعرفوا شنو فوالا ان شاء الله اليوم غادي نكمل هذا لو فلوغ هذا زعما غادي نحبسوا في هذا النهار هذا باسكو واقيلا من نهار الجمعه وانا باديه والله ما عقلت انا نهار وانا باديه واحد السؤال بغيت نجاوب عليه كلكو كومونتير كانوا وصلوني في شي فلوغ فين درت ما بقيتش عاقله اينا فلوغ جو بونس لي قبل من هذا كنتو شفتوا هاد اللعيبات في يديا دابا راه بدات تمسحوا راه ماشي تاتواج ديال بصح المهم كنت قريت في لي كومونتير بزاف كيسولوني واش درتي تاتواج واش درتي تاتواج راه ماشي تاتواج ديال بصح هو بدا كيتسمح هذا راه غير ايلاينر ديال بيس ديال لا مارك بيس كيجي ايلاينر فيه جهه فيها نجمه وجهه فيها ايلاينر باش كنصايبو عينينا فريمون زوين بزاف كيعجبني وكاين حتى اللي فيه قليب دونك سوا نجي ماش قليب اللي بغيتو حتى الثمن ديالو زوين جو بونس كيدير واحد 79 درهم الا ما خفت نكذب راه غادي تلقاوه في دي اس كونسيبت ستور بنات ديال القنيطره مرحبا بكم في لا بوتيك سينو راه كنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل نخلي لكم في صندوق الوصف انستغرام ديال لا بوتيك سيروا تابوناو ليها راه كيكونوا با مال دوف كيكونوا دي بروموسيون كيكونوا بزاف ديال اللعبات تمشيو تشوفوا وديما كل نهار كنبارطاجيو لكم زعما لي برودوي ديسپونبل وهذا ما كان دونك انا باغا نقاد نجي ما داولي بحيت هادو تمسحوا فوالا دونك كيجي بحال هكايا وهذه الجهه اللي فيها نجيمه دونك كترسموا النجيمه ديالكم تو سامبلومون فوالا هاهما صافي وكنخليه ينشف وهذه هي الجهه ديال الايلاينر فريمون ايلاينر ديالهم واعر بزاف البنات كنصحكم به كيبقى كحل كيبقى شاد نهار كامل وما كيسيحش شوفوا ماما واجده لابسه جلي لبسها خاصها تمشي للعمره الله يديها على خير الله يديها على خير اختي دعي معانا
يا ربي تسهل عليكم جميعا البنات كاع لي فاز ديال الدنيا، الله يعطيهم اللي بغاو في خاطرهم يا ربي. ولكن هادشي خاصك تدعي ليه لهم اون بيان سور، غادي ندعي معاهم نقول كلشي لي فاز ديال الدنيا غادي نقولها ان شاء الله كامل. الله يعطيكم مضغوط في خاطركم والله يسهل عليكم، واللي بغات شي راجل الله يجيبو لها، واللي بغات شي وليدات الله يسهل عليها، واللي بغات صحيحه ويشافي لها والديها يا ربي يا ربي تعطيها وتناولها اللي بغات في خاطرها يا ربي. وجيب لي شي كادو نجيب لك التمر والماء زمزم كلشي كاين هنا صافي ما نبقاش نتقل. شكرا. ايوا غنبقى بوحدي. ايوا راك عجبات تبارك الله اصلا عندي ما شاء الله راك كبيره باقا صغيره تكوني بحالي كيفرح فاش كتخرج الدار. شوفي شحال ما تخرجش مازال مع باويلك معك تبارك الله قريبه ديري 200 الف ديال الناس تبارك الله كلهم معاك جالسين معايا في الدار زعما كلهم معاك كتوصلكم بنية الله. يلا البنات بارطاجيو 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 باش مين نجي ان شاء الله تقولي دنيا هي فات 200. اي 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 هلو لقيتوني يلا رجعت للدار مشيت غير وصلت ماما مع زعما لو جروب اللي غادي يمشيو للعمره جميع زعما مع لاجونس وداك الشيء ودخلت للدار في طريقي جي ريكوبيري واحد لا كوموند ديالي حيت بغيت الصراحه قبل ما نهضر لكم على لا كوموند حيت شفت دوك الاجواء وداك الشيء ومجموعين ولابسين الجليبات وكذا وهادي وكيتسالموني انا حيت فريمون شهاوني في شي عمره الصراحه. هي الصراحه الصراحه زعما ما كرهتش كون مشيت مع ماما ولكن الظروف لا تسمح في هاد الوقيته هادي ان شاء الله علاش لا. فريمون انا من ديما شهوتي زعما نمشي للعمره من ديما زعما دوبي توجور وانا كنقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نديرو شي عمره دونك علاش لا نيكست تايم المره الجايه ان شاء الله. هذا مكان وصافي دونك جو بونس انا غادي نمشي نتغدى دابا شحال في الساعه بدا 3 غادي نمشي نتغدى وبغيت نفيلمي لكم اون فيديو اللي غادي ندير في انستغرام ان شاء الله ان توتو ديال لا سان فالونتان دونك ياي شحال هادي وانا باغا نفيلميه و غادي نبوستي لكم اوسي اليوم ان شاء الله بون اليوم يعني دابا نتوما راكم تكونوا كتفرجوا في هذا الشيء يعني راه تبوستا ديجا لو اول ديال شي ان الحوايج ديال شي ان اللي خديت دونك الا كنتو مازال ما شفتوه سيروا شوفوه راه يخرج لكم من الفوق. وهذا ما كان دونك كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه وما تنساوش تدعوا معنا دعوا مع ماما حتى هي راه قالت لكم يلاه دعي معاكم وصاتكم عليا قالت لي راه خليت معاك 200,000 ابوني يلا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه باي باي.